ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح مع مشايخ ووجهاء مديرية ذباب المندب بمحافظة تعز هموم وقضايا وأوضاع أبناء المديرية في مختلف المجالات. وقال العميد طارق إن المشايخ والوجهاء تقع على عاتقهم مسؤولية التعاون مع الجيش وقوات خفر السواحل لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة، خاصة وأن المخطط الإيراني يريد أن يسخر المنطقة ويجعل باب المندب شبيها بمضيق هرمز عبر ذراعه ميليشيا الحوثي التي تحاول الإضرار بأمن وسلامة الملاحة الدولية في باب المندب. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية دور مشايخ وأعيان المنطقة في ردع كل من يتورط في عمليات التهريب لصالح ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن قوات خفر السواحل ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العمل لصالح ميليشيات الحوثي والتعاون معها في تهريب الأسلحة والممنوعات أو تهديد أمن التجارة العالمية في باب المندب. وأشار العميد طارق صالح إلى أن ميناء المخابة مهيئا لاستقبال البضائع، وينبغي على المشايخ والأعيان ووجهاء المناطق الساحلية الإبلاغ عن أي تاجر يسعى لإدخال بضائعه بطريقة غير قانونية تضر باقتصاد الدولة وحياة المواطنين، كون هذه البضائع لا تخضع للرقابة والتخزين الجيد ولا تستوفي معايير الجودة والسلامة، داعيا مشايخ وأعيان المديرية إلى التواصل مع أبناء المنطقة ممن لا يزالون في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية ليعودوا إلى قراهم ومواطنين صالحين. وشدد على أهمية التعاون والتكاتف بين المشايخ والوجهاء والسلطات المحلية فيما يخدم مصلحة المواطنين، لافتا إلى أهمية أن يطلع المشايخ بإيجابية في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم بالطرق الودية. وأوضح أن محاربة العدوان الحوثي لا تقتصر على مواجهته عسكريا فقط، إنما على مختلف المستويات، وكذا تقديم نموذجا مشهود في حفظ وحماية مصالح الناس بالمناطق المحررة والتركيز على الوعي الثقافي لمواجهة الأفكار الدخيلة وتحسين معيشة الناس حتى لا يتمكن العدوان الحوثي من تحقيق مراده في تعميم ثقافة الحوزات الإيرانية. ولفت إلى أن مديرية ذباب المندب ومناطق الساحل الغربي بشكل عام لديها موقع استراتيجي يؤهلها لأن تكون منطقة تجارية حرة للإقليم كافة مستقبلا، ويتعين على الجميع مؤسسات الدولة والمواطنين والوجهاء العمل بجهد مشترك لتحقيق التنمية فيها بمشاريع استراتيجية، مؤكدا إيلاء مديرية ذباب والساحل الغربي على وجه العموم كافة بالرعاية والاهتمام وتنميتها وحفظ الأمن والاستقرار فيها، مختتما حديثه بالقول اليمن أكبر من الحوثي ومشروعه من مشروع إيران. بدورهم عبر مشايخ وأعيان وجهاء مديرية ذباب المندب عن سعادتهم بهذا اللقاء وحرص عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح على مناقشة آمال وهموم السكان، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الجيش في مواجهة كل المحاولات والمساعي الحوثية لتهديد أمن واستقرار المنطقة.